أشرف الطغمي من مواليد ألف ابن مدينة مراكش تحت فرق الكوكب المراكشي عرق من سنة ألفين في السن 16 عام مع الفرق جميع الكثير من الإنجازات الوطنية والجهوية الدولية طواف البنين كان طواف في المستوى العالي كانوا في فرق فرق عالية من ضمنهم فرق الفرق الفرنسية والهولندية وكذلك الفريق الجزائري استطعنا الفوز بعد الطواف رغم الصعوبات نتاع المناخ والجو الساخن اللي كان في طواف البنين و ترونسبور وتقريبا استطعنا الفوز بعد الطواف رغم العديد من رغم العديد من الصعوبات اللي مرينا منها رفقة الفريق الوطني المغربي <applause> كاين تطور من هنا للمستقبل ان شاء الله كاين تطور كبير دايره الجامعه الملكيه دايره واحد المخطط ديالها اللي غادي تدريجي داك غادي تصاعدي كما تنقولوا ونتمنوا من الله خير من هنا لقدام اللي غادي يكون غادي تكون مفاجاه لا, لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي الطموح ديالي هو نشرف المملكه المغربيه في هذا الرياضه اللي نزف فيها رايه البلاد ونشرف فيها البلاد احسن تشريف على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي ونتمنى من الله نحقو شي شي نتيجه اللي نشرفوا فيها البلاد وما نكروش نهديوها لسيدنا نصره الله في الالعاب الاولمبيه 2024 أه في بصراحة الدراجة المغربية آه غادي كي قلتلك في كي قلت لك في الأول آه تقريبا كنت غادي يكون تنافس من هنا على الصعيد الدولي رسالتي للشباب هو اللي اللي حصد شي حاجه اللي زرع شي حاجه تيحصدها كي تنقولو حنايا الى الى خدمتي وتعبتي اتوصل حقيقة أشرف الدغمي واحد البطل اللي هو موهوب اللي التحق بالنادي منذ سنة 2016 كان ضمن الاطفال الشباب اللي اسميتو وفي الحقيقه نظر العنايه اللي كيوليها المكتب المديري والمؤطرين ديالو ديال النادي والمحليين استطاع انه يتاقلم مع هذه الرياضه هذه وكتعرفوا ان رياضه الدراجات رياضه مراكشيه بامتياز امتياز لانه مراكش معروف بالدراجه الشابات والنساء والرجال واحد الوقت واحد الفتره كانت الدراجه هي الوسيله ديال التنقل في هذه المدينه دي. وهذا الشاب هذا هو اشرف الدغمي الحمد لله رد دابا في المسار الصحيح بحيث انه استطاع أن يحقق مجموعة الالقاب سواء محليا او جهويا او وطنيا و في المواسم الاخيره راه استطاع باش يشرف البلاد ديالو في السباق على الطريق في شرم الشيخ كذلك على المضمار في الالعاب العربيه مؤخرا في البنين على مستوى افريقيا راه حرز على الدرجه الثالثه وكذلك فاز بالطواف الافريقي على المضمار. يعني هذا الوليد كانت من له وكنتوقعوا له نجاح ان شاء الله رحمن الرحيم باهر اللي غادي يرفع به الكلمه والرايه ديال البلاد وكل هذا في ظل السياسه الرشيده لكي يشقها الرئيس الملك المعظم محمد السادس والاسره الملكيه ان شاء الله رحمن الرحيمين راه نظرا لهاد السياسه طيبة وهذه العناية الكبيرة بالمجال الرياضي الشباب المغربي راه موفر جميع الظروف وغادي يقول الكلمة ديالو في هذا الميدان إن شاء الله الرحيم